لا تقتصر تركة داعش على حجم الدمار الذي خلفته ولا على المقابر الجماعية العديدة التي خلفتها، فهناك ملف المغيبين الذين لا يعرف مصيرهم حتى اليوم. ذوهم وشيوخ عشائرهم طالبوا التقصي والتحري لمعرفة هل إنهم ما زالوا على قيد الحياة أم لا، وهل هم تحت التراب أم في سجن أو معتقل. ملف المغيبين والنازحين وعودتهم إلى ديارهم وبناء محافظة ولحمة جديدة من الناس بعد أن تعرض إلى مرحلة داعش وتعدد القيادات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. نرجو من الحكومة المركزية أن المغيب إذا ميت يقول يابا هذا ميت حالة، تعلم شو المعاملة حتى أمه زوجته تعرف أنه هذا الشخص أنه مات. ونتمنى من الحكومة المركزية أنه تجاوب أهل المغيبين، تجاوبه سواء ميت أو طيب أو حي، مو مشكلة، إحنا ميت الله يرحمه، بس نريد أنه حتى أهله يحصلون مستحقاته. ومن جانب ذي صلة، فقد طالب شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين بإرسال المتهمين أو المشتبه بهم إلى الجهات المختصة بمحاكمتهم في محافظاتهم لمعرفة من يستحق أن ينال جزاءه العادل أو تبرئته وعودته إلى عائلته. نطالب بمصير المغيبين إن كانوا هم على قيد الحياة، إرسالهم إلى محافظاتهم إلى الأجهزة الأمنية، وليس إلى، احنا نطالب بإعادتهم إلى الجهاز الأمني لكي نفصل الحق عن الباطل ونعرف من هو مطلوب ينال جزاءه بالقضاء، واللي هو ما مطلوب يرجع لعائلته، واللي متوفي أيضا نناقش الحكومة أنه يصدروا له شهادة وفاة حتى يحصل على حقوقه هو وعائلته، حتى عائلته يعرفون مصيرهم. ملف شائك يحتاج إلى حسم سريع لا أن يترك على هذا الحال، فمجهول المصير ومنذ سنوات ما زال ذوهم في حيرة أنهم في المعتقلات أم أنهم قد رحلوا إلى العالم الآخر. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.